السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الثالثة إعدادي، الدروس الأولى ديال الرياضيات، لي غاسين كاغي، يعني الجذور المربعة. هذا كاين اللي كيبدا به هو كأول درس، وكاين اللي كيديرو كثاني درس، كيبداو بالحساب الحرفي. دونك هنا الفيديو المقبل إن شاء الله غادي نديرو الحساب الحرفي، هذا لي غاسين كاغي، الجذور المربعة. إذا أول حاجة خاصكم تعرفوا أن الراسين كاري ديال واحد العدد ا لا بويسونس 2، ا كيما بغا يكون هنا اي رقم، ا لا بويسونس 2، ديما الراسين مع 2 مع الكاري كيمشي وكيبقى العدد. يعني الراسين الكاري ديال ا لا بويسونس 2، دونك خاصكم تحاولوا تحفظوا الكلمات الفرنسيه باش في القسم تفهموا مزيان، تفهموا الاستاذ اش يقول. دونك غاسين يعني الجذر، غاسين او كاري ولا غاسين كاري ديال ا لا بويسونس 2، دونك هو ا. اذا مثلا الراسين كاري ديال مثلا 5 على بويسونس 2، قلنا الراسين مع لا بويسونس 2 كتمشي هو 5. دونك هذه كقاعده، يعني خاص كلشي يعرفها الا بغيتو تفهموا الدرس مزيان. تري بيان، مثال اخر، مثلا الراسين كاري، دونك هنايا كاين لا بويسونس 2، ملي ما يعطينيش لا بويسونس 2، يعني راسين كاري مثلا ديال 16، راسين كاري ديال 16، اول حاجه خصني نديرها انا او كاري. دونك شنو هو العدد ديال او كاري يعطيني 16؟ ديما خصني نقلب على العدد في نفسه، مثلا 3 في 3 تسعود، لا 4 في 4 16، 4 في 4 16. دونك هنايا 4 على بويسونس 2 هي 4 في 4 هي 16، دونك 16 نرجع انا على بويسونس 2 باش نحيد الراسين مع 2 كتبقى 4. اذا الراسين ديال راسين كاري ديال 16 هو 4. دونك كنظن هنايا فهمتو مزيان. هنا ماشي غيعطيني ديما عدد، غنلقى انا عدد في نفسه. يقدروا مثلا الى عطوني مثلا 36، راسين كاري ديال 36، هنا غنبقى نجرب 4 في 4 16، 5 في 5 25، 6 في 6 36، وانتم راه تعرفوها مباشره. دونك 6 في 6، دونك 6 على بويسونس 2، الراسين قلنا مع 2 كيمشي غتبقى 6. اذا راسين كاري ديال 36 هو 6، ولكن ماشي دائما غيعطيني هنا عدد غنلقى انا على بويسونس 2. يقدر مثلا يعطيني مثلا 27، هنايا ما غاديش تلقى واحد العدد في نفسه يعطيني 27 باش ندير لها بحال هذه. اذا هادو هما السبب اللي غيخلونا نعرفوا هذا الشيء اللي غيجي دابا من بعد. تري بيان، دونك اول حاجه بعدا خاصنا نكونوا عارفين دوك اللي عندهم على بويسونس 2، يعني ساهلين. إذا غندوب 2 فوا 2 هي 4، 3 فوا 3 9، 4 فوا 4 16، 5 فوا 5 25، 6 فوا 6 36، 7 فوا 7 49، 8 فوا 8 54، 9 فوا 9 81، 10 فوا 10 100. تري بيان، دونك هادو اشنو كيعطونا؟ هادو كيعطوني هو اللي عطوني الراسين كاري ديال 4، كنعرف انا راه هي 2 فوا 2، دونك ندير لها انايا 2 على بويسونس 2 باش نحيد الراسين مع 2 تبقى لي 2. ديما الراسين تحيدو مع على بويسونس 2 ديما. مثلا عطاني هنايا الراسين كاري، راسين كاري ديال 9، غنرجع انا هي 3 على بويسونس 3 فوا 3، يعني جوج المرات 3 على بويسونس 2، الراسين مع 2 مشى هي 3 واكسيتيرا. دونك هادو خصهم يكونوا معروفين. الوغ دابا ملي تعطوني شي عدد اللي ما كاينش في هادو، مثلا عطوني 49 غندير راسين كاري ديال 49 هو 7، لان 7 فوا 7. ولكن ملي كيعطيني هادي هنا كاينين جوج ديال الطرق. مثلا ملي غيعطيني الراسين كاري ديال 27، اذا هنا 27 ما كايناش مع هادوك اللي عدد في نفسه غيعطيني 27. لاحظوا ما كايناش هنايا 27. تري بيان، هنا في هاد الحاله اش كندير؟ كما قلنا جوج ديال الطرق. دونك نتوما انا غنوريكم بجوج، نتوما اللي جاتكم سهله ديروها. اول حاجه ديما خصنا نديرو ديكومبوزيسيون، يعني التفكيك. داك العدد اللي ما عدوش ما كاينش في هادو، خاصني ندير ليه شي عدد في عدد. ولكن بحال 27 عندها 9 في 3 مزيانه، ولكن بحال مثلا ملي يعطيني مثلا 18، هنا كاين 6 فوا 3، 6 في 3
كاينه 9 في 2 9 فوا 2 يعني كاين 18 فوا 1 اذا كاين بزاف الاختيارات هنا كاين اختيار واحد دونك غتقول لي مثلا بحال هذا واش ندير 6 في 3 راها 18 ولا ندير 9 في 2 راها 18 كيفاش نعرف انا شكون هو الصحيح كاينه وحده صحيحه وحده ما تجيبش الجواب كنعرفهم بهادو يعني واحد من هنايا خاص هذا العدد اللي يكون اللي نبدا به خاص يكون من هادو من هادو باش نلقى الجواب ديالو باش يكون الجواب ديالو شو اذا هنايا الا درت مثلا 6 في 3 6 ما عندهاش راسين ديالها و3 حتى هي ما عندهاش راسين اذا 6 في 3 ما خداماش الا درت 9 فوا 2 هادي مزيانه علاش 9 كاينه هي 3 فوا 3 الراسين ديال 9 هو 3 اذا هذه نقدر نكتبها لا بويسونس دو شو وهذه ما نقدرش هنا الراسين مع 2 مشى غتبقى شنو 3 فوا الراسين ديال 2 فوا دي درتيها ولا ما كتبتيهاش ماشي مشكل اذا الراسين كاري ديال 18 هو 3 راسين ديال 2 كتبقى بحال هكا يعني ما عندهاش جواب اخر صافي ما تقولش لي بحال هادو لا خصني نلقى لها ضروري انا عدد صحيح طبيعي يعني النومبر اونتي لا صافي بحال هادو اللي ما عندهمش الا بسطتيها بحال هكا ما بقاش دابا تبسط هذا هو الجواب الاخير بحال 27 شنو كاين كاين 9 في 3 دونك 9 ندير لها هي 3 لا بويسونس 2 لان 9 عندي هي 3 فوا 3 3 ما كايناش مع هادو دونك صافي ودي غنخليها اللي ما كايناش نخليها هذا الراسين مشى مع 2 بقى 3 وهذا ما عندوش مثال اخر باش ندوزو للطريقه الثانيه وتشوفوا نتوما اللي غتجيكم سهله مثلا 125 مثلا دونك 125 هنايا 10 في 10 100 11 في 11 121 12 في 12 144 دونك ما كايناش 125 لاحظوا الا كملتو 11 في 11 121 12 في 12 144 فاتنا 125 دونك ما كايناش لاحظوا هنا 121 140 ما كايناش 125 دونك غنديروا الطريقه هذه اذا اعطيني عدد في عدد يعطيك 125 ولكن بشرط قلنا العدد الاول خاص يكون من هادو اللي عندهم لا بويسونس اللي عندهم الراسين ديالهم معروف الراسين ديال 4 هو 2 الراسين ديال 9 هو 3 ديال 6 هو 4 الى اخره دونك هنايا القضيه شنو كديروا اما كتستعملوا الاله الحاسبه لان في الجذور المربعه كيخليكم تخدموا بالاله الحاسبه ولا كدير قسمه مثلا 125 نبدا بالاول شنو هو خصني ضروري قلنا هذا العدد الاول خص يكون من هادو خص يكون من هاد من هاد 4 ولا 9 ولا 16 ولا 25 الى اخره دونك نبدا ب 4 125 الا قسمتها على 4 ما تقسمش لك كي درتي بكالكيلاتريس كيب يدك ما تقسمش غنديروا 9 5 زائد 2 7 زائد 1 8 كنعرفوا حنايا الا كان المجموع ماشي 9 راه ما تقسمش ليها 9 اذا 9 لا 16 نجرب 16 دونك 125 شحال فيها 16 الا كانت الاله الحاسبه راه ديروها بالزربه وخاص يخرج عدد هنايا مضبوط الباقي صفر دونك 125 فيها يمكن 7 70 و 42 112 دونك فيها 7 7 في 6 42 7 في 1 7 و 4 11 دونك 5 ناقص 2 3 1 صفر لاحظوا الباقي ماشي صفر اذا 16 ما خداماش من بعد 16 غندوز ل 25 دونك 125 فيها 5 5 في 5 25 5 في 2 10 والاحتفال 12 صفر 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 دي مزيانه اذا 125 هي 25 في 5 25 في 5 25 هي 25 الراسين ديالها هو 5 علاش حيت 25 نقدر نكتبها هي 5 على بويسونس 2 وهذه 5 ما عنديش ما معروفاش لان 5 لاحظوا ما كايناش هنايا دونك هنايا الراسين مشى مع 2 غتبقى 5 وهذا ما عندوش اذا الراسين كاري راسين كاري ديال 125 ديال 125 هو 5 راسين دو 5 5 جدر 5 صافي هذه هي النتيجه النهائيه اذا هذه الطريقه الاولى ديال القسمه وكنقسموا على اعداد من هادو الطريقه الثانيه هي التفكيك دابا 27 كنبداو بجوج ديما بداو بجوج 3 هما الاعداد اللي غادي يمكن تقسموا عليهم هما جوج 3 الاعداد الاوليه راه قريتهم في السادس وقريتهم في السابعه وفي الثامنه جوج يعني شنو هو العدد الاولي اللي نومبر برومي هو اللي كي الجوده عنده غير في واحد فقط بحال دابا جوج عندك الحق تكتبها جوج في واحد صافي ما كاينش شي جوده اخر
بحال دابا 11، عطيني شي عدد في عدد يعطيك 11. 13 غتلقى غير 11 في واحد بوحدو. بحال دابا 13 كاين على 13 في واحد فقط. اذا هاد جوج 11 13 كيتسموا لي نومبر قومي، الاعداد الاوليه، لان عندهم جودة واحد فقط، ماشي بحال مثلا 12 تقدر تكتبها 12 في واحد، تقدر تكتبها 4 في 3، تقدر تكتبها 6 في جوج، شي عندها بزاف هذا لا. اذا هاد الاعداد الاوليه هما اللي غتقسموا عليهم فقط، كاين جوج 3 5 7 9 لا 11 13 بارك حفظتو معايا حتى لهنايا بارك 13 17 بارك. دونك هاد الاعداد هادو 27 كنقسمهم على الاعداد الاوليه. نبداو بجوج، 27 واش تقسم لك على جوج وخاص يكون مضبوطه، اذا ما تقسمش على جوج. ندوز ل 3، 27 تقسم على 3 وي، دونك 27 الا قسمتي على 3 فيها 9، 9 في 3 27. عاوتاني 9 واش نبدا ثاني من الاول، تقسم على جوج لا تقسم على 3 وي، 9 مقسوم على 3 فيها 3، 3 ثاني علاش غنقسمها؟ جوج ما تقسمش، 3 تقسم، 3 مقسوم على 3 واحد، ملي بقى لك واحد صافي عرف راسك راك كملتي. إذا هاد 27 هي 3 في 3 في 3، لاحظوا 3 في 3 في 3، هادي وهادي جوج المرات نجمعهم هنا، وهادي بقات بحدها، الراسين ديما كيمشي مع الدو بقات 3، شو نفس الجواب. دونك دابا ديروا هادي ولا ديروا هادي اللي عجبكم. نديروا مثلا شي مثال آخر في الطريقه هذه، باغ اكزومبل مثلا 63 مثلا، راسين كاري، راسين كاري ديال 63. دونك كما قلنا التفكيك، اذا 63، اذا نبدا بجوج، 63 ما تقسمش ليا على جوج لان هذا عدد فردي، 3 وي، دونك 6 شحال فيها من 3 فيها جوج، و3 شحال فيها من 3 فيها واحد، 21 في 3 راهي 63. 21 واش تقسم على جوج؟ لا تقسم على 3 وي، 21 شحال فيها من 3 فيها 7، 7 في 3 راه 21، 7 واش تقسم على جوج؟ لا على 3 لا على 5 لا على 7 وي، 7 مقسوم على 7 واحد، قلنا ملي كنصيب واحد صافي كملت. إذا 63 هي 3 في 3 في 7، 3 3 فوا 3 فوا 7، هادي وهادي نجمعهم على بويسونس 2، وهادي ما عندهاش. هنا الراسين مشى مع دو بقات 3، وهادي ما عندهاش. دونك الراسين كاري ديال 63 هو 3 راسين ديال 7، يعني هذه النتيجه النهائيه. دونك هذا كمدخل يعني كبدايه فقط، لان هادو غيوليو يعطوكم عمليات بحال هكايا في الثالثه ان شاء الله. كيعطيك مثلا راسين مثلا ديال نديرو ديال 12 مثلا، بلس مثلا راسين ديال مثلا نديروها بسيط باش تفهموا بالزربه، ديال مثلا 18 بلس نديرو حنا مثلا ديال مثلا 16. دونك 12 ما كايناش، لا لاحظتوا 12 ما عندهاش راسين معاها، ما كايناش 12، كاينه 4 9 و 16 ما كايناش 12. اذا ما كاينش عدد في عدد يعطيني 12، غنديروا الطريقه اما هذه اما هذه. دونك انا كنفضل هذه سريعه شويه، 12 هي 4 في 3، وكما قلنا الشرط هو العدد الاول خاص يكون من هادو اللي غتحفظوا، هاد جوج جوج 3 في 3 4 في 4 5، العدد في نفسه. اذا 12 هي 4 في 3، 18 هي 9 في جوج، ما نديرش 6 في 3 لان 6 و 3 ما كاينينش، 9 في جوج، 16 معروفه هي 4 في 4. دونك هاد الربعه الراسين ديالها نقدروا نبدلوه هو 2 على بويسونس 2، راسين 2 3، هاد 9 هي 3 على بويسونس 2 في الراسين ديال 2، هنايا الراسين ديال 4 على بويسونس 2. إذن الراسين مع 2 مشى بقات 2، وهادي ما عندهاش، هاد الراسين مع 2 مشى بقات 3، وهادي ما عندهاش، هاد الراسين مشى مع 2 بقات 4. دونك هادي غيعطيكم بحال هادي، نتا ملي توصلوا هنايا صافي ما بقاش دابا تفكك. اذا هادي هي لا ريبونس ديالها. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا شويه، غنعاودوا فيديو اخر ان شاء الله، غادي نزيدوا يعني نتوغلوا اكثر في هذا الدرس هذا،
باش تحاولوا تفهموا وتدخلوا ان شاء الله باذن الله موفقين. دونك نتمنى التوفيق للجميع. اللي عنده شي سؤال يطرحه في التعليقات، شي ملاحظه الى اخره. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.